منتخبنا الوطني ونقازر منتخبنا امبارح الحمد لله، صلاح موجود ومرموش محمد عبد ومصطفى محمد ومحمود صابر خدوا التدريبات والقايمة مكتملة، ودونجا بيتمرن بس علاجي، هو خارج حسابات المنتخب علشان كده جابوا محمود صابر مكانه، والأستاذ جمال علام رئيس الاتحاد والأستاذ خالد نائب رئيس الاتحاد حضروا التمرينات امبارح، والجهاز الفني مبسوط من مرموش وعبد المنعم، الجهاز الفني قاعد معاه عشان عبد المنعم زعلان لأنه ما بيلعبش في نيس الفرنسي، وأنا بقول له عبد المنعم هتتعب شوية في البداية الاحتراف لأن الاحتراف بيبقى صعب جدا على ما تتعلم اللغة وتدخل في الأجواء، والأجواء صعبة شوية في التعامل، في دول بتبقى سهلة شوية في التعامل وهتتعب شوية، بس كويس إن أنت تلعب وركز شوية، وأنت لو حطيت رجلك محدش هيقدر يقعدك، ركز يا بطل والدنيا هتبقى كويسة، طبعا الجو حلو هناك والروح الحلوة العالية موجودة في الفريق.